السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نشرح أداة رائعة جدا في ويندوز 11 وهي مايكروسوفت ستوري. هذه الأداة تخول لك أن تقوم بتثبيت وتحميل التطبيقات الخاصة بالأندرويد وكذلك تشغيلها على الحاسوب. إذا كان يهمك الأمر فتابع معي الشرح. في البداية سوف نقوم بالذهاب إلى ديماري بهذا الشكل، ثم نقوم هنا بعملية البحث عن مايكروسوفت ستوري. سوف تظهر لك بهذا الشكل أو تقوم بفتحها. بعد ما تقوم بفتحها سوف تظهر لك بهذه الواجهة. الآن كل ما عليك فعله هذه هي الواجهة الرئيسية، هنا خاصة بالتطبيقات، كذلك هنا خاص بالألعاب، كذلك هنا خاص بالأفلام وغيرها، كذلك هنا سوف تجد بعض الأمور الأخرى الخاصة بالأداة. نحن ما يهمنا وهي Application. نذهب إلى Application وهنا سوف تجد التطبيقات التي تريد أن تقوم بتحميلها أو تثبيتها على الحاسوب الخاص بك. على سبيل المثال نذهب إلى الواتساب، فبالنسبة لي أنا قد قمت بتشغيل أو كذلك قمت بتحميل هذه كما قلنا هذا التطبيق الخاص بالواتساب، ويمكننا أن نقوم بتشغيله الآن. ننتظر قليلا حتى يعطينا. كما تلاحظون فأنا قد قمت بتحميله من قبل، فسوف أريكم على سبيل المثال. فأي تطبيق مثلا، هذا مثلا التطبيق الخاص بالنتفليكس، أول شيء يجب عليك فعله هو أن تقوم بعملية نقل هنا على، سوف يطلب منك هنا أن تقوم بعملية، سوف يبدأ الآن بعملية رفع التطبيق. فبالنسبة لي أنا فقد قمت بتثبيت أو كما قلت قمت برفع التطبيق من قبل خاص بالواتساب حتى نسهل وكذلك الشرح، لأن إذا أردت أن تقوم بتحميل تطبيق معين على هذا كما قلنا على مايكروسوفت ستوري سوف يتطلب منك وقت ويجب أن يكون لديك نت قوي. فبالنسبة لي أنا لدي نت ضعيف جدا، لذلك سوف أختصر الوقت. فأنا قد قمت برفع التطبيق الخاص بالواتساب ونقوم الآن بتثبيته كما قلنا على الحاسوب الخاص بنا من خلال هذه الأداة الخاصة بمايكروسوفت ستوري. للإشارة فقط، فإذا أردت أن تقوم أن يشتغل معك أول شيء يجب عليك أن تقوم به وهو أن يكون لديك، يجب أن يكون لديك هاتف على أو يكون لديك حساب واتساب على الهاتف، لأن سوف تقوم بأن تقوم بمسح عن طريق الكود بار من أجل أن تقوم بتسجيل الدخول إلى الواتساب الخاص بك حتى تشتغل معك الأداة. جيد، سوف يظهر معك بهذا الشكل كما تلاحظون إخواني الكرام. هنا بالنسبة للصور، إذا أردت أن تقوم بمشاهدة جميع الصور الموجودة شكل الواتساب كيف يظهر، يظهر بهذا الشكل كما تلاحظون الآن إخواني الكرام، سوف يظهر لكم الواتساب بهذا الشكل. الآن نحن سوف نقوم بالنقل على أوفري بهذا الشكل، سوف يفتح معك التطبيق الذي قمت بتنزيله بهذا الشكل. الآن كل ما عليك فعله هو أن تدخل هنا على ديماري، وبعد ذلك سوف يفتح معك هنا الكود بار كما تلاحظون، بعد ذلك تقوم بتشغيل الهاتف الخاص بك وتقوم بعملية المسح. نذهب إلى الواتساب، بعد ذلك إلى الإعدادات، ثم نختار هنا الأجهزة المرتبطة، ثم نقوم بعملية الربط، نقوم بعملية المسح، ثم ننتظر ريتم يتم فتح معنا. الآن بعد أن قمنا بعملية المسح ننتظر، كما تلاحظون الآن سوف يفتح معنا التطبيق الخاص بالواتساب الخاص بنا. ننتظر لبضع ثواني. كما قلت لكم فلدي نت ضعيف نوعا ما، لذلك أجد بعض المشاكل في عملية كما قلنا فتح التطبيقات وكذلك تحميلها وغيرها. وهذه الطريقة يمكنك أن تستخدم الواتساب بطريقة رائعة جدا. وللإشارة فقط، فهذه الطريقة أفضل بكثير من الواتساب ويب الذي سبق أن شرحناه من قبل. هذه الطريقة فقط يمكنك أن تقوم بتثبيت التطبيق وتقوم كما قلنا فتحه على الحاسوب الخاص بك، ويمكنك أن تقوم وقت ما أردت أن تقوم بتشغيل هذا الأخير يمكنك تشغيله بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل، لن ينقطع عنه النت أو شيء من هذا القبيل. فقط يكفيك أن تقوم في البداية أن تقوم بتسجيل الدخول إليه، من بعد يمكنك أن تقوم بتشغيله بشكل عادي بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل كما تلاحظون إخواني الكرام.
ها تم فتح معنا الواتساب الخاص بنا بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل، فالطريقة رائعة رائعة جدا. فكما تلاحظون فاستخدمت أنا الطريقة ونجحت معي كما تلاحظون، رائعة رائعة جدا كما تلاحظون. الآن يمكنك أن تقوم باختيار، هنا لديك مجموعة من الإعدادات كأنك تستخدم الواتساب الحقيقي كما تلاحظون هنا، إعدادات الخاصة هنا مجموعة من التفاصيل حول استخدامات الواتساب كما قلنا على الديسكتوب كما تلاحظون إخواني الكرام. فالطريقة رائعة جدا. على سبيل المثال هنا يمكنك أن تقوم بإرسال رسالة مثلا، عادي جدا ترسل رسائل وكذلك استقبال رسائل وغيرها، فأنا قد قمت بالدردشة من قبل في هذا الأخير كما تلاحظون. يمكنك أن تقوم بإغلاقه مرة أخرى، ويمكنك أن تقوم بإغلاق كما قلنا مايكروسوفت ستوري، يمكنك أن تقوم بإعادة فتحها بهذا الشكل. وسوف تلاحظون أن الواتساب لن يتم إغلاقه، فقط يكفيك أن تقوم بالخطوات التي قمت بها، تذهب إلى أبليكيشن بهذا الشكل ثم تختار مثلا الواتساب كما قلنا، مرة أخرى تنقر على Open أو Overear وسوف يفتح معك Overear بهذا الشكل، سوف يفتح معك ولن يتم تسجيل الخروج أو شيء من هذا القبيل كما تلاحظون إخواني الكرام. فالطريقة رائعة جدا كما قلت، فقط يكفيك أن تقوم باستخدام هذه الطريقة بالشكل الصحيح، ويمكنك أن تحصل على الواتساب على الحاسوب بطريقة رائعة رائعة جدا. هذه الطريقة سوف تغنيك عن استخدام الواتساب ويب الذي شرحناه من قبل، ويمكنك تشغيل الواتساب بطريقة رائعة جدا. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.